النجم الكوميدي اللي معايا دلوقتي الحقيقة وحشنا جدا، بنحمد ربنا انه اجتاز الأزمة الصحية الأخيرة اللي تعرض ليها. النجم الكوميدي الجميل محمد شرف، بقول لحضرتك ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك، وأنا سعيد بيك وكل السادة اللي هم يعني سألوا عني وبتاع، وما بيسألش عني برضو يا الحمد لله. جمهورك اللي بيحبك في العراق من خلال شاشة الشرقية العراقية بيبعت لك السلام ويعني دعوات مخلصة من القلب. والله ده أنا سعيد بيه، سعيد بيه، والعراق دولة شقيقة طبعا. حابين بس قبل ما مسأل حضرتك على المسلسل نطمن كل جمهورك على حالتك الصحية حاليا. الحمد لله، الحمد لله، يعني دلوقتي أنا بصور دلوقتي الحمد لله، الحمد لله. كان إيه الأزمة اللي حضرتك اتعرضت لها؟ كانت يعني نوع المرض كان إيه؟ ما هو مش أصل لا المرض يعني كله يجيبه ربنا كويس، كله يجيبه ربنا كويس. الحمد لله. طبعا عود حميد، وده اول عمل بعد الشفاء. بعد الشفاء. الحمد لله. مسلسل كوميدي بقى، كلمني عنه، يعني دورك فيه وشايفه ازاي؟ زكي الحلنجي، يعني شر وبتاع، يعني مش بيحب ايمان السرافي السيد وكده بقى. دايما كده يعني بتبقى حبيب في الاعمال الفنيه يا استاذ محمد. الله يخليك، الله يخليك، شكرا. انا طبعا بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك، شكرا.